لا يعلم. كم عدد الجنود الذين أبادهم الغزاة الأسبان في العالم الجديد في أمريكا؟ ثم من يقول إنهم 100 مليون، ومنهم من يقول إنهم أكثر. أما ناس كأزاز شاهدوا العيال فاعتقدوا أنهم 1 مليار من البشر أبادوهم باسم المسيح وباسم التنصير والتبشير، تعتقد أنهم 1 مليار من البشر. فكل ما يقع من المذابح والدمار والتخريب والبوار من أولئك إنما هو إرث أجدادهم وليس بغريب عليهم. والرحمة، كل الرحمة في هذا الدين، دين الإسلام العظيم الذي أهمل أهله تعاليمه إلا من رحم الله، وأهملوا التبشير به الذي هو التبشير الصحيح بسوق البشرى إلى من آمن بالجنة والخلود، وبسوق البشرى للعصاة بالغفران وتكفير الذنوب. المسيح براء من كل من خالف ما جاء به من التوحيد والدعوة إلى عبادة الله جل وعلا واعتقاد أنه أي المسيح عبد من عباد الله تبارك وتعالى الصالحين، ورسول مرسل من لدن رب العالمين. مهما كان الرقم الذي قدر به عدد الهنود الحمر الذين أبادهم الغزاة الإسبان، مهما كان الرقم فقد كانت تنبط بحياتهم قارة أكبر من أوروبا 17 مرة. كانت تنبض بهؤلاء السكان المحليين، تنبض بحياتهم قارة أكبر من أوروبا العجوز 17 مرة. وقد صاروا الآن أثرا بعد عين. مرة جاءنا الهنود الحمر لاستقبالنا محملين بالهدايا والخيرات، وقد أعطونا كثيرا من السمك والخبز والطعام وكل ما يستطيعون تقديمه. فماذا فعل المسيحيون لشكرهم؟ استولى الشيطان على قلوبهم فجأة، فراحوا يقتلونهم بالسكاكين بلا سبب ولا مبرر. ولقد قتلوا أمام عيني أكثر من 3000 إنسان، رجالا وأطفالا ونساء. لقد شاهدت وحشية لم يرها قبلي بشر، ولا خطرت على بال إنسان. ومع طلوع الفجر كان الإسبان يدخلون على هؤلاء المساكين الأبرياء النيام، فيحرقون منازلهم القشية، ويحرقون الأطفال والنساء وهم أحياء، كما يحرقون الرجال قبل أن يستيقظوا، بل يقتلون من يشاءون، ويعذبون من يقرضون عليه حتى الموت، ليدلهم على القرى الأخرى الغنية بالذهب. وأما من لا يقتلون فيسمون على جلده شارة الرق بميسم من حديد، وحين تخمد النيران في البيوت يسارعون إلى نهب الذهب منها. وكان الرجال يقتلون الأطفال ويشهونهم، وكانوا يقتلون الإنسان من أجل أن يأكلوا لحم كفيه وقدميه، قائلين إنها أشهى لحم الإنسان. وحين عرف سكان المناطق القريبة بهذه الأعمال البهيمية أصيبوا بالهلع، ولم يعرفوا أين يختبئون. لذلك كان الهنود يقتلون أنفسهم خوفا من الإسبان. حين أدرك سكان كوبا أن مصيرهم مماثل لمصير الجزر الأخرى وأنهم سوف يقتلون ويستعبدون، قرروا الانتحار الجماعي. كان الآباء يشنقون أنفسهم وأهليهم وأطفالهم قبل وصول الإسبان،